سعيدة انه يعني ما يعني مش دايما انه يعني انت يعني بوقت الحفلة بتكون مبسوط كتير، لما بتطلع بيصير الشعور انه حفلة حلوة وناجحة. سو هلأ صار انطباعي انه حفلة كتير حلوة وناجحة وانبسطت فيها، انبسطت انه العالم تفاعلت حبت، في ناس يعني في كتير ناس اجوا من كذا دولة عربية ليحضروا. طبعا هذا الشيء يعني شيء رائع، يعني انا بعمري ما ببلش بالنشيد الوطني، بس انه حسيت انه بس هيك مثل لفتة، يعني ما رح تقدم متأخر، ما رح يرجعوا، ما رح يرجع شيء. حرام اللي ماتوا كمان من يومين، لانه شو ذنبهم بالنتيجة؟ يعني طبعا ما رح ننتحي، اتليست عنا هالعزيمة، يعني اخشي يمكن ينهون بس اتليست عنا عزيمة انه ما بدنا، يعني بدنا نضل انه بدنا نضل انه نقاوم بطريقتنا. يعني معذور لو جن القلب معذور، عيون عم تنظر حلا معذور، مين ما بيحبك يا ويلي من قلبك مغرور، قلبك يا حلو مغرور. لما نكون عم تفبرك وتحبك قصة، انه دايما المرأة وين تهرب؟ يعني المرأة دايما بشوفها قوية، شخصيتها قوية، ما بتبين مواطن ضعف عندها، وين تروح؟ ببيتها، بتدوش، بالبانيو اذا عندها بانيو. سو ما فيها شيء، لانه ثلاث ارباع العالم مستعملين، وماريا استعملته مش الحال، يعني انه هي سباقه اكثر منا. يعني اذا بدك انا عارفه، وانا اخر شيء في ريفرنس اخذتها من كليب بريتني سبيرز، في ريفرنس اخذتها من فيلم ليوناردو دي كابريو. يعني احنا اخر شيء مش عم نخترع البارود، نحن بدنا بناخذ ريفرنس وبنطبق عليهم، ما لنا شغله انه بس انه انا لانه بعرف قد ايه انحط انقال، وحتى اخذنا ريفرنس من فيلم داليدا. يعني انه تصيبك وعكه صحيه تكون مش عامل الحساب. سو فتت وعملت فحوصات والحمد لله طلعت، لا ما في شيء اكيد، بكامل صحتي وقواي العقليه والجسديه. في مهرجان كازابلانكا وفي حفله بتونس، هول اثنيناتهم جمعت يعني بالويك اند، يعني ورا بعضهم الحفلات، وبعدين برواق شوي، وبعدين في بابو ظبي تبع الفورمولا 1، وغير حفلات بدبي ان شاء الله راس السنه كمان مع روتانا بدبي.